شكرا للقارئ إدريس حسن شريف من العراق، ونستمع لتعليق الشيخ محمود العكاوي على تلاوته. نعم، الشيخ إدريس قرأ قراءة طيبة أظهر ما لديه من ملكة صوتية ومن أداء في التجويد. الذي أعجبني في أدائه أن الحرف المخفى عند مخرجه لفظ به لفظا جميلا كزنجبيلة، وكذلك تفخيم الغنة إذا جاورها مفخم.